وما خايفين. ما يقنعكم وما خايفين. ما يطردكم وما خايفين. نحن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نزلنا اليوم إلى الشارع تنديدا لمخرجات المجلس الوطني المتمثل في 3 أيام إضراب، وهذه المسيرة ليست لمطالبة بالإدماج وإسقاط مخطط التعاقد فقط، بل هي تنديدا بالقمع الذي تعرضنا له في مدينة الرباط، وكذلك تنديدا لإهانة الكرامة، لإهانة كرامة الأستاذ التي نقصت منها وحطت منها القوى القمعية بتسخير البلطجية، بتسخير البلطجية أقولها وأكررها، البلطجية التي عانينا منها في مدينة الرباط من سب وشتم وتنكيل ورفس وضرب وإلى آخره، وهذا ينقص من كرامة الأستاذ. اليوم نحتج تنديدا للقمع الذي تعرضنا له يوم 16-17 مارس بالعاصمة الإدارية الرباط، ذاك القمع اللي كان فيه الإبداع والابتكار من طرف الدولة المغربية، فلم يعد القمع يقتصر على رجال الأمن ورجال الدرك ورجال السلطة، بل تعدى ليقوم البلطجية بإهانة الأستاذ. الأستاذ هذا الرمز ديال التلميذ اللي كان علمه المواطنة والوطن والدفاع عن الوطن والأخلاق، يرى أستاذه يركل ويرفس، ويعني أبشع الصور التي رآها التلميذ لأستاذه في ذلك اليوم المشؤوم. هذا أول سبب جئنا اليوم لنحتج ضده، والسبب يعني المطلب الرئيسي ديالنا اللي كنطالبوا به هذه مدة 3 سنوات ونحن في الشارع، لا من مستجيب ولا من منصت ولا من حوار ولا من تواصل من طرف الوزارة الوصية، ألا هو الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية. هذا الحق اللي مكتسب الدولة المغربية واللي نضلت من أجله شهداء، مشات من أجله دماء وشهداء، واليوم ينتزع، نعم ينتزع من 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 كحق من حقوق الإنسان في هذه البلد. للأسف الاحتجاجات عايز تستمروا غادي تبقاو هكذا؟ لا طبعا، نحن ماضون في احتجاجنا إلى حين تحقيق مطلبنا وتحقيق كرامتنا ورد الاعتبار للأستاذ المهان في هذا البلد. شكرا. جينا باش تقولوا لا للتعاقد اللي كان داروا بالمختار 2015-2016. لحقاش بزاف دابا ديال الناس غادي ديال الاساتذة المتدربين غادي ياخذوا لو ديبلوم ديال انهم نجحوا ويقدروا ما يتوظفوش، وما كاينش حل بديل. شخصيا كنت من الفوج ديال 2015-2016، جيت لهنا باش نتضامن مع الفوج اللي جا من بعد مني، ولكن كنت كنقول حتى في 2015 كنا حنا درنا الاضرابات، كنت كنقول بانه خاص يزيروا شويه لو سيكتور بريفي اللي تيجيب الناس ما عندهمش ليسونس ما عندهمش فورماسيون بيداغوجيك. كنطالبوا بالإدماج في الوظيفة العمومية باش يكون عندنا نفس الحقوق اللي عند الأساتذة المرسمين، وباش ما يكونش عندنا فرق ما بين أستاذ هذا مرسم وهذا متعاقد، حيث أنكم كيف ما كتعرفوا إحنا ما عندناش الحق في الحركة الوطنية، حيث واحد مثلا عنده العائلة دياله في مراكش هو خدام في طنجة، ما عمره ما غادي يلتحق، ما عمره ما تكون عنده حركة وطنية. وهذا الشيء إحنا باش كنطالبوا، إحنا ما كنطالبوش غير باش يديرونا حركة وطنية أو لا على ذاك صندوق التقاعد، إحنا كنطالبوا بالترسيم في الوظيفة العمومية مثلنا مثل أي أستاذ مرسم آخر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.